اخي موضوعك صدق. اخ هذا ما غير يلعب الهادي. ابراهيم ببكتك بس سلم منك ميرسي. اوكي الله يسلمك. عارفين اوكي يبشر ابو يوسف صدق يوسف يبشر الله يعزك يا شيخ. منك خلاص ميرسي خلاص بس والله الله يعزك. يبشر خلاص خلاص ابشر والله بدون منك ميرسي. زميلي هذا يا كيوس زميلي. تبي ميرسي صدق؟ ايش لا والله يلا يلا تقني بقول لا الميرسي كومب اكيد ابي ميرسي. يلا يلا لا يا تبارك ارضيكم انا يلا انا ببنرب اصلا خلاص. لا لا مالي محترف انا كلب بالو انا بعد اوفر خلاص مالي اي احتراف ولا شيء مكشوم والله ارضيكم انا والله مكشوم. لا كيف ما جت الطلقة الثانية اقص يلا خلاص لا تحطم انا جاي هنا اتحمل والله باب مأيم شلون قاعد يجيب كل الطقم كل بابا مات اكثر من شيء. تبغى بوي ولا وش؟ راح خلني خلني وين ذكي وين ترى تبله تبله ابرة سعدية عد حط رزبة يبي مين هو؟ تعال اكل. لا يا ريس سطحني اوه ام سوري جايز كلا منك هاي هذا ما هو خير والله. يا اخي ما في فرق بين لعبي ولعبك. ليش انت توب وانا جولد؟ والله جولد لو انك قايل ماستر لو انك قايل دايموند ممكن قول تصدقني في فرق. اوه والله ويلكم باك هيثم يا كبير. والله نوت ويلكم والله يعطي جو انت شي والله يعطي جو يا اخي يعطي جو بس ضمن المنطق. والله اضطرت ندوم مدري باشين ها مدري مين فالكون عايش مين فالكون تفالكون اقول مين فالكون عايش ساعد يا بيب مقصر ما اوه ما اتفقر يلا هذا ما اتفقر خليه يموت ريزني بعدين يرجع رايدك رايدك جايز جو هيد بريز جو هيد بريز انسايد بعطيك روك يا رجال كبر راسك احنا شكلك اوي هذا موفمنت هذا موفمنت روكي سبورتس ايمني هايثم انا مساكن عند الجامعة ترى حرفيا عندك سيرفر تسعة يعني عند الامام انا ما اكذب انا دائما اقول اذا لقيت سيرفر ديس انا ما راح احرص عليه بسويه برمي تحت ما راح ادخل ابد ما راح اسولف فيه ما راح اسوي شيء على السال ماجد شو له يعني ما اسوي بس حرفيا يا هيثم غلط ليش انت تمشي الكار جايز قوم في كار نهايه الشرق انا اول يوم كنت العب جي ام ما نبدا شاشه شارت شاشه شفتها والله 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 ما قاعد اشوف انت قاعد تهد هد هد هيثم ها هز احنا شرق النظيف بجيب نفسي وانا من يغلط على الشرق هو تعال الشرق ايه تعال تعال نجيك لا تجي تعال تعال اذا بلاك روح اوي لا تجي تعال 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 والله تعالي انا سبوك انا اوي والله لا تروح هذا والله معكم بالشرق بعد بجمعكم يا الغصب يدخل نفسه ده ما انت بمعنى يا اخوي سوي معكم انا ما ادري شبي انا دقيقة والله حسبت نفسي انا ما لي معكم ترى طيب اسمع جوينج تودو ها هذيك روح روح بلا الودو بيلعب لعبة ما اقدر العب برقنا برقنا اوه اخي بلها ودو والله حبيبي
اكيد باكتيل بريك قاعد عندك تفضلنا بريك وفينتر فوق رايت مع بودو بعد فوق رايت هذا كذا تركت ولا وش هيخرشكم يا شيخ اخي عاتب الله ودي اغير لوسيوس شوط اكبر اي بيجي كتو تقعد لا تعطيني ستايل الحركات ذا رول اوت والله انه ون العب 12 ساعة اوفر في اليوم وانا طلعت من البلاد شو الحل؟ لا تلعب 12 ساعة قلل المدة دوم 9 ساعة تلعب اوفر اوفر موهبة ابراهيم اوفر موهبة واحد يقول ليش ما تطورت؟ والله والله هو صرف لكم بعد لو شفتني ما قلت شيء لبنا صرف لكم والله يا اخي عشان ما حد يصيح والله انا عندي صراحه ايم عنك صدق والله لا شلون اضيعها هذه سقطه هذه والله الراين جايك ها انها بالدار راين رجال يا دخله مع بيت والله عنده مرادي الله يحفظك في المستقبل ان شاء الله يا اخي وش قاعد تقول يا زايد يلا ابراهيم بيك مع بيت ها وش ولا دايمون وش دايمون هذا وش معناتها وقف بيت وقف بيت يا اخي صار دايمون يا اخي كذا بقول شيء الا الدال تقول دايمون راين وين راين وين امي راين وين امي كان يشوت راين اوي والله الراين وين عندي اوي اوي شوفه يلا الدال والله بلاك تدري ايش حق الحين صالح لورينزو كارت لا والله ياخذك يا حمار تعال تسع ايش دخل طيب يعني يا اخي هذا بيسوي تتش لنهايه تكه عشان يتكلم معه يا اخي واحد مو بما انك ما تقدر تاكل ذا الوقت ولكن احس جاوب انت ساكت طيب يلا يلا برا لا حول ولا قوه الا بالله يا اخي يا رب تفوزون اوي كرني يا اخي انا مطفش والله يا فينشر انها مزعجه يا ابراهيم ادري ادري انغثيت انا ما ادري ايش اسوي يا اخي سوي تتش لا نهائي انا الوحيد اللي قاعد يجاوبك يا زايد وباحترام تقول جواب انت ساكت فت علي امي انا تصدعت والله انا الوحيد اللي قاعد ارد على اسئلتك الزق كان 15 ساعه اوفر وش الفشل والله ما تعسك عندي عنه كوفاك كويس فاشل فاشل انت فاشل يا والله انها دامة مرة تطور يا عيال والله انها مرة يا الله والله انه داعس عليك طيب كل اسئلة عن التطور يا اخي انا العب 15 ساعة يا اخي انت لعب كوفاك ولا لا يا اخي طب حاط مجهود هو بس انا ما افهم انت وش تقول يعني اصبر اصبر في الرسالة اللي قبل شوي انا ما فهمت انت وش قصدك والله العب ثلاث شهور ماوس وكيبورد كثيرة ولا دايمون وش وش يعني وش كثيرة ولا دايمون ما فهمت او قصده يعني دايمون اكثر مرة لا ما ادري ما ادري يا لا يسألك عن كوفاك بعدين سألك 13 ساعة وما طلع من الدايمون بعدين يقول كويس اني ما طلعت من الدايمون يا عطنا ميرسي يا والله ما يتكرون تروح انا وش سبد عطنا ميرسي بس رحاش رحاش يا اخي 10 راسه كبير بروح ودي ذا بتعسني لازم بوينت الاولى نفوز بوينت ثاني والله ما نفوز والله صعب لا يو ال اني انا حاولت اعطيه حل يجي يزبد لي قول وانت كيف تبي السعوديه تفوز بكاس العالم وتحطم المواهب ما ادري صراحه مو قصدك المستقبل البعيد يعني نطلع مواهب مو بلازم شو له موجود الموهبه كارت صدق بعدين مو قاعد احطم المواهب فاهمين سؤاله ما فهمت انا وشو يعني ثلاث شهور كثير ولا دايمون اقسم بالله ان السقف والله يا ان دعسك معليش جاوب ساكت ما ادري ليش طيب انا ما حد 14 مرة كل مرة قاعد اجاوبه المشكلة انا ما جاوبت صدق يعني بلاك اللي قاعد يجاوب فين ربك يا اخي يا فارس ادعمني 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 تقول ليش هدول خلاص ادعمني بحطة يا شيخ يا بحطة لا حد ياخذ الميجا يا اخي ابيس الله ما جايز جو بوش 3 بيبل اي اف كي فاست ارجع الله ما نفوز جيم نكس بس الله ما نفوز الله قلة الحياة اللي صارت قبل شوي اصبر فيش ايه ام ليفينج ام ليفينج فيك فيك بس يمينك 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 ودي اروح الريبر لان احنا رجال اشكى بس
ما فتحت مشكلة. الله كومبو مقرف. كومبو مزيان. لاعبينهم مزيان والله. لاعبينهم مزيان. Let's go let's go let's fun let's fun. أتير بس. كان نضحك والله ما فتح عنا إبرة يا أخي فوتر. انكر له فيه ويندو فرص طيب لقلك بزيادة يا أخي. لا خلاص يا الفارس احنا نبي فلوس بس ما تعمل وانا ما بشي تاك 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 خلاص إذا جاء أي مبلغ يجيك حول لي أوكي اللي بيقدم شيء الفارس يدعم الحين وانا بعد كون لا انت اشتبي والله ما حد يضيق شيء لا تأخذ في كوباك والله لا تأخذ عدداته أقسم بالله لا تأخذ لك سورد مرة واحدة بذب عليه يا رجال بذب عليه اول ما صالح يجاوبه بيقول حلو ما راح اعطيها عبير الخير والله ما راح اعطيه ما عندي فلوس عندي متابعين او دعم متابعين لا ردس راح امك دز تكفى ما ابي والله فارس احكيلي شلون كنت كنتر سولجر حمزه بالكونسل ليش ما كنت اسمه كامل هذا بس يوريك بس انه يعني كان له سوابق بالكونسل انه يعني توني عارف انا ولاحق هذا هيثم صح او هيثم يا حرفين سؤال من اي فايده كنت كنتر ولا كان كنتر هذا كان يدعس كل الناس اصلا موت. والله كان يدعس كل الناس واحد كنتر والله يا اخي خل نخسر يا وي خلاص وانا بس هاي خلق والله حمزه مو انا بس الله يدعس الرام الله يتوطط هذا كنت تحبه طيب حول يو والله لعبك سد الناس هل صدق فيه قام كن يو اثنين لا والله بالعكس فابي زين والله بس الجيم ده مو مني حتين معنا زين والله بسوي ايه بس نبي متعة اكثر يعني ما في ابوي يدخلني هنا بقل من 5 دقايق صاحي انت يو والله ما يدخلني حلوة هذي والله يعني عشان تسرش عشان يدخلك طيب ان جيم فجر اصبر اسوي بضعفة عشان نسرش اخاف منك من اللي صوته في باكي عمي مش فيه النت الران جاي كبير طاهر انت يا ابوي اصبر تكفى العمود تكفى طاهر انت والله وين الران سلامات وش في ذا والله سلامات صدق سلامات كوكو هيثم ضباط تاريخية انسان تاريخي والله يستاهل موت عشان ما يدب عليك صح؟ عادي مستحيل يعني قلت حمزه يبيني اقول اني كنت كنتر كذا كذا مدى قشقر يقول هذا مدى قشقر يا عم انا ما لعق اديني حبه هنا والله يلعب والله اني شفت الطلقه قسم بالله ترى ممكن يسار ظاهر رانا ولا طب هاي ادوه والله سعد الرام انا وفجك انا كذب شوفوا فيه بخير وانا ذاك لا 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 مستحيل ما يهم ترجع بسرعة احشاء ترى هي احشاء ترى مطحونة يا هيثم انتبه هو ما قال انه بيطلب يا فايلت صالح يمني يب تهديد صنعاء انزل براي يا حغاز الشيلد فك يا اخوي نسيم بعد بلجيكا فرنسا كذب انا اخر ما اهتم بالمباريات بس يوم سالتني قلت فرنسا عشان معه مبابي بس ما في درام وهذا يعني بيفوزون يعني اخي مشغلنا اسمه كيفن دي بروين يعني مش قاعد زينك ها يا حبيبي ما اقسم بالله ما ادري انه جاني انا هبل ذا الراين اصلا والله انا شايف والله انه مع ريال مدريد قصدك والله يا شيخ اقسم بالله مع فرنسا يا ما في كوالتي لعن ام النرفزه يا اخي ارحب عبد الملك هلا الشيخ صبر الارض طب ليش طولنا الجيم يا شيخ والله يا هيثم فوز
شوف لو طولونها انا برجع بالله اصبر بالله اصبر شوي بالله اصبر تقدم سني اقدر والله يعني. وين لبدح خليك تفتح في الكام وينه سويت تاتش بس شم انت انا ضربتين بس اسر واحد بيتك عشان يفهم بابي يعلم الحال يا ليل الجيم الزق وكل الزقه فاضي ضيع الوقت والله قال لك متى الجيم خمبيه خلاص.